لست متعبا. That's why I come now to you and I'm not tired. I am not tired. But I can make you tired. أنا أتيت وأنا لست متعب. لكن على استعداد إني أتعبكم. أتعبكم بالقول بالفعل وبأي حاجة. I can make you tired. ها؟ فأنا أريد أن أكون مثلكم. I want to be like you. But never become like me. لكن أنتوا لا تكونون مثلي. كونوا مثل من؟ To become like whom? Prophet صلى الله عليه وسلم. Companions. صحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم. الصالحين. ليس كأمثالي أنا. واضح؟ واضح؟ كلير؟ كلير؟ I want to be like you. تعال يا مي مي. وهذا هو التحدي. And this is a challenge. How can somebody like me become like you? How can I become like her? التحدي هنا إنه كيف أصبح أنا كمثلها في العمر، في السن، في التفكير، في الرؤية، في العمل، في الحب، في الإخلاص، في كل شيء. How can I become like her? In the way I love my community, my humanity, in the way that I can stand up, that I learn, that I talk, I think, I deliver everything. ده تحدي لي أنا. مش ليكم أنتم. هذا التحدي لي أنا. إن أنا to be like you. التحدي للجيل القديم. The challenge is for the older generation is to understand the newer generation. التحدي للجيل القديم أن يفهم الجيل الجديد. التحدي هو أن أنا أشوف ماذا في مخك. The challenge is to read her mind. The challenge is to read her mind. The challenge is to read her mind. أنت طلعي. تعالي أقف هنا. هاتيها معاك دي. جيبها. تعالي هنا. The challenge is to read your mind. لا لا اللي وراك اللي وراك. شاب. عايزين بس تحط ولدين هنا كمان. التحدي إن أنا أقرأ مخك أنت بالأسباني، بالإيطالي، بالأردو، بالفرنسي، بالإنجليزي إلى آخره. هذا هو التحدي هنا. This is the challenge. واضح؟ واضح التحدي إن أنا أفهم ماذا يدور في عقل هذا الشاب الذي سيعيش فيما بعد 60 أو 70 سنة أخرى. وماذا يدور في مخ هذه الفتاة التي ستعيش 60 أو 70 سنة مرة أخرى. The challenge is to read what they are going to think about when they live more than me. Because I am going to die. لماذا؟ لأن حموت خلاص. فلا بد أن أسلم الراية ليكي وليكي وليك. واضح؟ تعال هنا يا مغربي. Come on. فهو ده أول تحدي. هو ده أول تحدي بالنسبة لنا. كيف نستطيع أن نرى بعضنا البعض؟ وكيف نستطيع أن نقرأ بعض البعض؟ How can we understand and read one another? ده التحدي. لذلك وأنا أقف بينكم أنا قوي وأنا بعيد عنكم أنا ضعيف. That's why when I am amongst you I'm stronger. When I'm alone I'm weaker. You make me strong. أنت تجعلينني قويا. Yes. You make me stronger. لما بدأنا المسيرة من 35-36 سنة لم يكن عندنا أي شيء. When we started 36 years ago, we had nothing. But we had a dream. لم يكن عندنا شيئا لكن عندنا رؤية وحلما نريد أن نحققه. We had a dream that we want to make it true. But I never dreamt. لكنني لم أتوقع أن أرى هذا الجيل أن أقف بين أبناء وبنات هذا الجيل.
But I never realized that one day I'll be standing before and between the young boy and girls and boys of this generation, men and women of this generation, that they are eager to make that change. اللهم يعني سعداء لإحداث التغيير ويريدون أن يحدث التغيير. فأنا مبسوط ومبسوط ومبسوط. I'm thrilled, I'm thrilled, I'm thrilled because I'm standing between a generation who are going to hold the flagship of their work for humanity for the coming century. أنا سعيد أنني واقف ما بين هذا الجيل الذي سيقف ويحمل راية الإنسانية إلى هذا القرن والقرن الذي بعده. أنتم أبناء وبنات محمد صلى الله عليه وسلم. You are the younger generation who followed or follow the footsteps of Muhammad صلى الله عليه وسلم. He is our icon. هو قدوتنا. He is our leader. هو قائدنا. He is our teacher. هو معلمنا. He is our guide. هو هادينا. He is our prophet. هو رسولنا. And he is the teacher of humanity as well. وهو أيضا رسول الإنسانية ومعلم الإنسانية كمان. واضح؟ بدون إمكانيات, with no resources, we started. بدون إمكانيات, with no resources, we started. من غير إمكانيات بدأنا. لماذا؟ لأن أردنا أن نساعد ونعمل من أجل تخفيف ورفع الآلام من الفقراء والمساكين واللاجئين والنازحين. Why? Because we wanted to lift or to remove the pain and the suffering from the poor and the مسكين and the needy. واضح؟ لم يكن هناك مال, no money. لم يكن هناك مكان, there was no space. لم يكن هناك office, no office. لم يكن هناك شخصيات كبيرة, big characters, no, 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 no. لكن ماذا كان هذا؟ القلب المؤمن برسالة الإنسانية. It was the heart that believed in the message of humanity for humanity to serve humanity. Clear? That's why you are here and you are still here. That's why you'll be here when we leave this planet and you carry on planting the seed of peace, safety, equality, justice, fairness when we leave this earth. لذلك أنا هنا وأنتم هنا لكنكم ستبقون بعد ذلك حينما نرحل تزرعون بذور الحب والحرية والسلام والإخاء والكرامة والعدالة للعالم كله. واضح؟ دي الرسالة. أنتم عندكم قدرة. You have the ability وقوة and the power to make the change, لصناعة التغيير. اذهبوا. Go. And visit the poor people in Africa. Go and visit the poor people in Asia. Go and visit the poor people in Latin America. Everywhere. And stand like a champion without even if you don't have any resources. اذهبوا وارفعوا المعاناة عن الشعوب الأفريقية. ارفعوا عن المعاناة عن الشعوب في آسيا. ارفعوا عن المعاناة عن الشعوب في أمريكا اللاتينية وفي كل مكان. حتى وإن لم يكن معكم وفي مقدوركم أن يكون هناك أموال, ستأتيكم الأموال إن أخلصتم العمل. Money will come to you if you become sincere before Allah. ستأتي الأموال كما أتت لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن توفاه الله سبحانه وتعالى. As it came to the companions of the Prophet صلى الله عليه وسلم after he died. بعد ما مات, all the wealth and the conquest of the whole world came after the Prophet died. كل الفتوحات الإسلامية
والأموال أتت ولم يراها المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يحلم بها فأتت لأصحابه. فأنتم أصحاب 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم. You are the companion of the companions of the companion of the companion of the Prophet محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يقعدنكم، don't be put off by I don't have resources, I don't have money, I don't, no you have. لا تحبطوا أنفسكم بعدم وجود المال بين أيديكم، بعدم وجود الإمكانيات بين أيديكم. You know what you have? You have the heart, you have the vision, and you have the iman, the belief in your mission. And this is enough for you to make the change. وهذا أكثر من كافي لصناعة التغيير المجتمعي الذي يحدث هذا التغيير الإيجابي وينقذ البشرية مما هي فيه. And this is more than enough to make the positive social change to save humanity. By you, I mean it. By you, I mean it. By you, أعنيها أنتم. أنتم من ستصنعون هذا، وأنتم قادرون على صناعة هذا، وأنتم ستنجزون هذا بإذن الله سبحانه. You will be able to make that. You have the power and the drive to make that, and you'll be able to make the change. Not only that, and you became the leaders of humanity. I don't want you to be followers of the leaders of humanity, but I want you to become the leaders of humanity. لا أريدكم أن تكونون تبع وأتباع قادة آخرين، بل تكونون من تقودون من بعدكم ومن حولكم ومن أمامكم في الإنسانية، من أجل إسعاد الإنسانية. To save humanity and to make humanity happy and to make humanity happy and to make humanity happy. وتجعلون الإنسانية سعيدة بإنجازاتكم وأعمالكم وتواضعكم وأخلاقكم كل هذا. ميا حسنين ميمي ده هذا أول خطوة ليا معكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. شباب زيكم، young people like you, started 1984 volunteers from Birmingham, secondary school, university. شباب زيكم متطوعين في برمنغهام في 84 في المدارس الثانوية والجامعة، بدأوا يؤمنوا بهذه الفكرة. They started to believe in what we want to do. And they made that change. وعملوا التغيير. شباب، إن أردنا أن نحدث التغيير، كان الزعماء بيتكلموا عن التغيير المناخي، climate change. نيويورك، in America, in the نيويورك، in Europe, they were talking about climate change. Is that right? And every leaders was talking about, oh, climate change, huh? Take a photo with you. This is not a stage photograph. هذا ليس صورة على منصة أو حديث. تغيير المناخ سيكون بكم، لأن الذين أفسدوا المناخ في العالم كله هي المؤسسات الصناعية التي حرمت الإنسانية من الموائل الخضراء. The industrialist and the business community who spoiled the climate by destroying the habitat, by destroying the forests in Amazon and India and Bangladesh and Angola and Mozambique and Malawi and all for money. It took them 50, 60, 70 years to destroy the climate. أخذتهم 60, 70, 80 سنة عشان يدمروا المناخ، ودمروه and they destroyed the climate. والآن يلوموننا نحن على أننا دمرنا. Now they complain and they claim that we destroyed the climate. دوركم أنتم يا شباب أن تعيدوا المناخ
إلى ما كان عليه مرة أخرى. Your role is to try to change the climate, to stop the negative climate change and bring it back that was before. لكن هذا سيأخذ وقتا طويلا, عشرات السنين. And this will take a long time, tens of years. Are you patient? هل أنتم ستصبرون على هذا؟ نعم. إن شاء الله. احذروا. Be careful that in this room, each one of you have got two angels. Not only two angels. في هذه الغرفة في كل واحد منكم معه أو معها ملكين. ليس فقط ملكين, بل هناك الملائكة الطوافون. There's only the wandering and the flying angels who come to such a meeting to listen to the discussion. هناك الملائكة الطوافون الذين يأتون لمثل هذه الأحداث ليسمعون ما قلتونه. To listen to what you said. So you said yes. Did you say what to change the climate? Yes? Yes. They wrote it. They wrote it. They wrote it. هم كتبوها عنك وعنك. وسنحاسب على ما قلناه يوم 27 سبتمبر 2019 في هاد الساعة 5:15 ها هنا أمام الله سبحانه وتعالى. And they will ask Allah subhanahu wa ta'ala, and they will ask us about what we promised to do on 27 September 2019, 5:15 in Had. النقطة الثانية. النقطة الثانية مسؤولية. Responsibility. نحن مسؤولون عن ماذا؟ We are responsible for what? ها؟ ما نحن مسؤولون عن ماذا؟ حد يقول لي؟ You stand up or otherwise I'll point at you and you'll come here. مسؤولين عن ماذا؟ مسؤولين عن ماذا؟ Responsible for what؟ ها؟ تعالي هنا. Anybody else؟ أمانة. Anybody else؟ Boy, man. تعالى. أنت شكلك وسيم أصلا. أنت مسؤول عن ماذا؟ Responsible for what? For the actions. Direction. حد تاني؟ نحن مسؤولون. السلام. تعالي أقف هنا. سلام, أمانة, توجه. ها. تعال هنا أخوي. تعال. I said actions. You said action or what? Action. Action. Okay. Direction or action. حد تاني؟ نحن مسؤولون عن ماذا؟ Responsible for what? التصرف بتاعنا, our behavior. behavior, ها؟ إيصال الرسالة. إيصال الرسالة. نقيم الأخلاق الإسلامية في هذا العالم ونخلي الهوميتي كلها بهالأخلاق تتحسن وتصير أحسن ونساعد كلنا مع بعض. طيب, يعني To establish Islamic etiquette and manner, and to let people and the humanity to follow the Islamic etiquette and manner. Very good. ها مسؤول عن ماذا ثاني؟ عن ماذا؟ تعالي. أنت. No. You put your hand up. خلاص. تعالي هنا. أنت مسؤول عن ماذا؟ بصي لي هنا, بصي. مسؤول عن ماذا؟ عن طيب, حد تاني؟ المسؤولية. المسؤولية. Responsibility. Come on. ها مسؤول عن ماذا؟ Well, one of the responsibilities that we, I think that we need to take is don't let this like a start, because nowadays, like they use
climate change like a style. So we need to change that mind of those people. Okay. And say that they are important things in the planet. So yeah, no, that's okay. That there are important changes in the planet, that humanity, well, there is no humanity that it was in Sahaba times. Okay. Thank you. So we need to change that mind of people, build new personalities, good personalities, and change that mind. هو مسؤول عن إعادة صياغة تفكير المخ العالمي للإنسان. ها مسؤولية أخرى. مسؤولية أخرى. تفضل. تعال هنا حسنين. We want you to tell everyone that you are responsible for what? For not only the global world, but also for taking care of our local communities, I think. ليس فقط أننا نحاول دعم العمل الدولي لكن العمل المحلي أيضا. Very good, very good. حد تاني من البنات؟ Yes? Change the world. Oh, I love you. نحن مسؤولين عن العالم. نحن مسؤولون عن العالم. نحن مسؤولون عن العالم لكي نجعل العالم يعيش في سعادة مرة أخرى. We are responsible for humanity to make humanity live in peace, tranquility another time. To bring the global and local teaching of morality being taught to us by prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, including Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. نحن مسؤولون عن حماية مستقبل الأجيال والعالم ونحن مسؤولون عن إعادة صياغة المخ الذي يفكر مرة أخرى ونحن مسؤولون عن إنقاذ العالم مما هو فيه. دي مسؤوليتكم. This is your responsibility. This is our responsibility. This is our collective responsibility. نحن لم نخلق لنعيش لكننا نعيش لكي نعبد الله سبحانه وتعالى ونعبد الخلائق لله سبحانه وتعالى ونصنع مجتمعات تستطيع أن تعبد الله سبحانه وتعالى ونصنع مجتمعات تستطيع أن تقيم العدالة والسلم والسلام في العالم مرة أخرى. We have not been created just to live, but we have been created to worship Allah, to let humanity to worship Allah سبحانه وتعالى. To let humanity to build local community to build peace, safety, equality, justice, and fairness. وهذه هي مسؤوليتنا. And this is our responsibility. And this is your responsibility. لماذا؟ لأن من هم في عمري راحلون. Because people at my age are leaving. Are leaving. Whether we like it or not. And you are staying behind. وأنتم ستجلسون من بعدنا لتسلموا الراية من هذا الجيل في هذا القرن إلى الأجيال الأخرى التي سأتي في القرى فيما بعدكم. And you will be handing over such responsibility from your generation to the generation to come to make 2010 more prosperous. Not only for Muslims, but for everybody and anybody. ليس فقط للمسلمين ولكن لكل من خلقه الله سبحانه وتعالى أحسن خلق. To every creation of Allah سبحانه وتعالى. يبقى دي مسؤوليتنا. عرفنا رسالتنا إلى العدل والأمان والسلام ومسؤوليتنا. Islamic relief like Sister Saba. Come on Sister Saba. تعالي جنبي هنا. Sister Saba الأخت سبا كانت بتتكلم عن شراكة الإغاثة الإسلامية مع مؤسسات مسلمة وغير مسلمة. Is that right? You were talking about the partnership of Islamic Relief with Muslims and non-Muslim organization. Yep. That's right. هنا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. She was implementing the ayah of the Prophet of Allah سبحانه وتعالى. Be cooperative in good things for humanity. Not in evil. Not in evil. Not in evil. And Islamic Relief in Europe
is working with the Catholic, with the Protestant, with the Anglican, with the Muslims, with everybody. ونحن في الإغاثة الإسلامية نعمل مع الجميع مسلمين وغير مسلمين. دي رسالة أخرى. العالم ليس فقط لنا كمسلمين بل عالم لكل من خلقه الله سبحانه وتعالى. The whole world and humanity is not only for Muslims but for every creation of Allah that he created. Let them to enjoy the fruits that Allah سبحانه وتعالى provide each and every one of us with. لكي يتمتعوا بعطاء الله سبحانه وتعالى في هذا الكوكب. واضح؟ فرسالة سبا كان نعمل جميعا من أجل إسعاد الإنسانية. The message of Saba was in Islamic Leaf to work together to make humanity happy. To work together to make everybody happy. Not to compel anyone to change his religion or her religion. ولا نجبر أحد على أن يغير دينه. ابدا. افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. You are going to compel people to make them Muslim? No, محمد. ما عليك الا بلاغ. You only spread your message. Whoever would like to become Muslim or not Muslim, finished. Just spread the message. عليك انت يا محمد صلى الله عليه وسلم انك تنشر الدعوه. من اراد ان يؤمن فليؤمن. ومن لا يريد فامره بينه وبين ربه. Whoever amongst you would like to become Muslims, they follow you. Not, they will not follow you. لا إكراه في الدين. لذلك what Saba said, there is no compulsion. إذا رأيتم بعض من تساعدونه من الفقراء والمساكين على غير الدين فساعدوهم. If you find the people who you are helping are not Muslims, help them. But don't ask them to become Muslims. Your behavior, as you said, somebody talk about الأخلاق, mean your behavior, as he said, الأخلاق will make them to follow you, or your behavior will make them to hate you. تصرفاتك أنت هتخليهم يحبوك لو كنت أنت إنسان فاضل أو يكرهوك لو كنت إنسان سيء. ليس الأكل ولا المال ولا الجاه ولا السلطان سيدخلهم في الدين. It's not the money or the power or the authority or the mighty wealth will lead them to become Muslim. It is your manner. It's your manner. هو خلقك. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سمي كان خلقه القرآن. His manner was Quranic. وكان قرآنا يمشي على الأرض. And he was like a walking Quran on earth. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. I have been sent for the fulfillment of the best of manner of humanity. Not only of the Arabs. إنما بعثت لأتمم مكارم أخلاق العالم كله. ليس فقط العرب، ليس فقط قريش، ليس فقط المسلمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. We have sent you a mercy for everyone, anyone, anywhere, anytime. Not only for the Qurayshite or the Arabs or the Asian or whatever, or to the Muslims. Everybody, anywhere. فأنتم رسالتكم تكون صالحة ومصلحة للإنسانية في كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان. Your message should be valuable and reforming humanity every time, everywhere, every piece of the world. واضح رسالتنا. بالتالي نتكلم عن ايه تاني يا مرفت ولا مريم؟ نقول ايه تاني يا مريم؟ الحكمة. فلذلك اتفضل. عايز نقول ايه؟ طيب، فلذلك حذاري ان ننسى الفقراء والمساكين، حذاري ان ننسى الضعفاء والمرضى. Be careful of ignoring and forgetting the poor and the needy. Be careful of forgetting the weak and the sick and the elderly. حذاري أن ننسى اللاجئين والنازحين. Be careful of forgetting the displaced people and the refugees. حذاري أن ننسى أجدادنا وآبائنا وأسلافنا الذين بنوا حضارات. Be careful of ignoring and forgetting the great civilization built by great grandfather and all the generation before us to let humanity to enjoy it.
Be careful. Never forget. لكن علينا أن نعمل من هو ما هو أصلح ليصلح. We have to do what is good to reform humanity and community. حذاري أن نتكلم عن التاريخ فقط. Be careful of only speaking about history only. But talk about what will you do for the future. ولكن تحدثي أو تحدث عما ستفعلهم من خلال بناء المستقبل. Yes, sister. أوعى تعود تتكلمي عن الأندلس والأندلس والأندلس. ماذا فعلتي؟ Never keep talking about Andalusia, 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 Andalusia. Okay, what are you doing? What are you doing? Sorry? What are you doing? No. What are you doing? What I am saying, science and technology was the icon of Europe from Andalusia. Is that right? العلوم والتطبيقية وكل هذه الأشياء خرجت من الأندلس لأوروبا. صح؟ نعتز بالتاريخ لكن نصنع المستقبل. Be very proud of our history, but we create the future. Being proud only of the history without doing nothing means that you are a dead meat. لو اعتزينا فقط بالتاريخ ولم نصنع المستقبل سنصبح كالجيفة. الجيفة اللي هي اللحمة النتنة العفنة التي ليس لها قيمة. جيفة is the dead meat which is rotten, smelling. Nobody can talk, nobody can eat it, or smell it, or want to use it. ها؟ حذاري أن نعيش في التاريخ فقط. Be careful of not only living in the history, but make the future. صنعوا المستقبل. صنعوا المستقبل. صنعوا المستقبل. Build the future. Build the future. Build the future. ولن نستطيع أن نصنع المستقبل إلا إذا بنينا مؤسسات قوية. And we'll never be able to build the future unless we build stronger civil society organization. Islamic Leaf is one and others. Others. لن نستطيع أن نصنع المستقبل إلا إذا بنينا مؤسسات قوية, مؤسسات مجتمعية مدنية قوية, قائمة على العدل, قائمة على العدل, قائمة على العدل والحرية. Established on the basis of justice and freedom. And you, sister, أنتِ نعم, ستكونين أحد هؤلاء الناس الذين ينشئون هذه المؤسسات. وكل واحد فيكم ستكون لها مؤسسة. And every one of you will build such organization. وكل واحد فينا هنا هيعمل مؤسسة تستطيع أن تبني المستقبل. أنتم حظكم في الدنيا أحسن من حظنا. Your luck or you are fortunate in your generation. تعلمون لماذا؟ لأنكم تتحدثون اللغة المحلية, تعتقدون في الإسلام أحسن مما نعتقد, تدرسون في الجامعات الأوروبية وأنتم تعرفون ما تدرسون. Because you know the local language, the culture, the history, and you have a role and the technology. You have. في الماضي ما كانش فيه, هات التليفون ده. في الماضي ما كانش فيه تليفون. In the past when we came here, there was no telephone. It was only talking, visiting, walking. We didn't have cars. ما كانش عندنا عربيات نركبها. أنا ما كانش عندي عربية. كنا بنركب الأوتوبيسات. We used to go to the bus, buy the tickets. No resources. ما كانش عندنا اتصالات وسائل اتصال. We didn't have a communication, good communication system like you had here, social media and internet and Wi-Fi and all this. We didn't have it. ولكننا أنجزنا. But we achieved something. أنجزنا شيء. فعليكم أن تنجزوا ما لم نستطع عن إنجازه. And you have to achieve what we failed to achieve. Because of the technology. لأنكم عندكم التكنولوجيا. استعمل التكنولوجيا ولا تعبد التكنولوجيا. Use the technology but do not worship the technology. Utilize the technology but don't waste your time on the technology. Let the technology to take you from A to B but not to take you from A to zero. خلوا التكنولوجيا
تكون مساعدة لكم في أعمالكم، ليس مضيعة لأوقاتكم وأحلامكم ومجهوداتكم. واضح؟ فلذلك أنتم أحسن حظا منا. Because of that you are in a better situation than us. Far more better situation than us. I can see your mind thinking about different planet. Come here. انت. عشان to think with us. يلا بسم الله. فده يعني انتوا اكثر حظا منا. فلذلك نريد منكم ان تنجزوا اكثر مما انجزنا. لذلك that's why we want you to achieve more than we have achieved. ده النقطة الثالثة أو النقطة الرابعة أو النقطة الخامسة. هل عندكم القدرة على الإنتاج؟ Do you have the ability to achieve? Yes. تعالي يا أم ياس أنت. أنت بتصوري طب خلاص اديها له. أنت قلت يس. تعالي هنا تعالي. إزاي؟ صورها بقى. إزاي؟ Islamic Relief Spain. Yeah, go on. Yes, you said yes. Yes. نكلميهم. Talk to them. Yes. How? I don't know. So why did you say yes then? Because I have to say yes. Saba, reform her. No, she is positive and enthusiastic. Oh, that's it. She is positive. Yeah. But give her the track to make her able to make the yes happening. Okay, she needs to carry on what she's already doing. So she already believes in it. So now she will have some ideas and she needs to maintain her positive approach. And you need to follow Sister Saba. I will, inshallah. Go on, stand next to her. Yes. Okay. Hug her. So, sister, yes. Any brother, no? فأنا بس عايز أختم بآخر كلمة عايز أقول لي صلاح ثانية. فأنا جاي هنا هو. I came here to learn from you. تعلم منكم. I came here to listen to you. أسمع إليكم. I came here to see the future in your eyes. لكي أرى المستقبل في عيونكم. I came here to see the dream is happening. لكي أرى الحلم متحقق بكم. I came here to tell humanity when I go to another place, we have people will be able to make that change. أقول للعالم كله نحن لدينا شباب سيستطيعون صناعة التغيير المجتمعي القوي الإيجابي من أجل إسعاد البشرية. To make the change or to make humanity happy. فأنتم هؤلاء والذي ينظر إليكم and the one who is looking up at you, the angels and the Prophet صلى الله عليه وسلم waiting for you. والملائكة والرسول صلى الله عليه وسلم ينتظر عملكم. لذلك يا شباب ها why young people Prophet صلى الله عليه وسلم saying أمتي at a time when there was no أمة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمتي يحلم بها ليقف بين يدي الله سبحانه وتعالى لينقذنا جميعا قبل أن تتكون هذه الأمة before the أمة was created and formed. لأنه كان يعلم أنكم ستأتون على ظهر المعمورة في أسبانيا وفي إيطاليا وفي النرويج وفي أيرلندا وفي بريطانيا وفي كل مكان في العالم تقولون ماذا؟ نحن من نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن من يحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Why? Because he knew that you are going to say that you are the people who love the prophets, who follow the prophets from all these parts of different parts of the world. One day the Prophet ﷺ said, Innani ashtahi aw atawaddu liqa ashabi, ahbabi. Ashtaqu li ahbabi wala ashabi? Ahbabi. تعال بقى قول الحديث. تعال بقى تهرب فين يا ابني انت؟ تعال هنا. انني مشتاق لاحبابي. طب تكلم الناس عشان يشوفوك. اسبانيولو وعربي. اسبانيولو عند عربي عند انجلش.
ويعني كما ذكر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أشتاق لأحبابي. فسألوا الصحابة قالوا يا رسول الله أولسنا بأحبابك؟ قال بل أنتم أصحابي، أحبابي قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. Es decir, en español, el profeta Salam dice, echo de menos a mis amados. Entonces le preguntaron los compañeros, ¿acaso no somos nosotros tus amados? Les dijo, vosotros sois mis compañeros. Mis amados son aquellos que vienen después y creen en mí sin haberme visto. In English, Prophet Salam had the desire to see the beloved ones. The companions of the Anhum said, are not we your beloved one? Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said, you are my companions, not my beloved ones. My beloved ones are you, people who believe in me without seeing me. عمل الواحد منهم كعمل الخمسين منكم. The act and the reward of each one of you is equivalent to the 50 of you as companions. يعني عمل الواحد منكم كعمل الخمسين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها واضح. Your action is equivalent to the action of the 50 of the companions of the Prophet صلى الله عليه وسلم. أسعد الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تفعلوا ما يحبه. Make the Prophet صلى الله عليه وسلم happy by doing what he loves. By doing what he loves, أن نفعل ما يحبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن فعلنا ما يحبه المصطفى صلى الله عليه وسلم أحبنا الله سبحانه وتعالى. And if we do what he loves, Allah will love us. وإن أحبنا الله أحبتنا كافة الخلائق. وفتحت لنا المعمورة على مصراعيها. And if Allah loves us, all the creation of Allah subhanahu wa ta'ala will love us. And humanity and the earth and all the planets will love us to give us the treasures that's hidden inside it and created by the hands of Allah. فأنتم أنتم من ينتظركم المصطفى صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وهذا جزء من المسؤولية. You are whom Prophet صلى الله عليه وسلم is waiting for you. And this is responsibility. You can imagine. تتصوروا أنه يقف الآن. يقف الآن هنا. رسول صلى الله عليه وسلم. وأنتم تقدمون أعمالكم لله في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ها عملت إيه اسمك إيه؟ نعمة. نور. مش نار. حفصة. رقية. آية. هدى. حسنة. عبد الإله. محمد. عبود. جواد. ها؟ رائد. يحيى. كل واحد باسمه أو كل واحد باسمه والرسول هنا صلى الله عليه وسلم. وأنتم تقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى ليسألكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيفرح. أفرحوا الرسول صلى الله عليه وسلم بما تعملونه من أجل إسعاد الإنسانية. Make him happy in front of Allah سبحانه وتعالى with what you have achieved for humanity. To save humanity, to direct humanity and bring peace to humanity. And this is the talk of today. Inshallah. I love you, then I love you, then I love you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.